أطفال ولدوا ليواجهوا ظروف انفرضت عليهم ويشوفوا حالهم بدون رعاية، ورقم يضاف لألاف من الأطفال بلا عائل ولا مأوى، وكمان أزمة العديد من الأسر اللي بيعانوا حرمان من نوع آخر وهو عدم الإنجاب. اليوم يسعدني أني أرحب بمران معايعة مؤسسة الهدف، أهلا وسهلا فيكي، وأيضا السيدة هناء الدوايمة، أهلا وسهلا فيكي أم محتضنة. هناء، أنت أم محتضنة، خبرينا كيف بلشت، كيف اجتك فكره الاحتضان، وكم سنه صار لك يعني محتضنه لعلا؟ الله يخلي لك اياها يا رب. صرنا متزوجين احنا 5 سنوات، لما تزوجنا ثاني سنه عرفنا انه احنا ما عندنا قدره على الانجاب، وانا بصراحه يعني كنت اشعر بانه في شيء، يعني في نقص بالبيت، في سكون، في بدك حدا، يعني حدا تحبيه ويحبك، يبادل لك المشاعر، حدا لإلك يخصني، يعني حدا يخصني انا لإلي. لقيتي هاي الصعوبه من قبل زوجك او اهلك او اهل زوجك؟ هسه الموضوع صار بالبدايه صدفه، يعني انا كنت احكي لصديقتي اني انا شاعر بملل، ويعني بنقص ناقصني شيء، عرفتي ناقصني بحياتي يعني حدا، او انا يعني بدي اصير ام، بدي حدا اللي اهتم فيه، يعبي علي وقتي، اطلع معه، اجي معه، يعني يشاركني تفاصيل حياتي، يعني اني حدا احبه كثير. يعني زوجك كان متقبل الفكره بالبدايه؟ لا، هو بالبدايه يعني انا لما طرحت على صديقتي الموضوع واعطتني رقم وحده، يعني صبيه محتضنه، حكيت معها تليفون وطرحت الموضوع على زوجي، زي اللي انه ما صدق الموضوع، انه يلا اوكي خلينا بروح، يعني زي اللي بيسيرني لحتى نعبي الطلب، يعني ما فكر موضوع جدي. كيف قرار الاحتضان غير حياتك؟ ولا غيرت حياتي تماما، يعني بصراحة أنا قبليها كانت حياتي أبيض وأسود، لما إجت علوش صارت حياتي عن جد بالألوان، يعني مجرد إنها تصحى الصبح وأبتسم لي وأبتسم مع وجهها ببلش النهار حلو. يعني انت متخيلي قبل اني اصحى هيك لحالي، ما في عندي طفل او ما في يعني حدا هيك حركه بالبيت، خاصه انه ما شاء الله عليها هي طفله ذكيه، يعني بتخلي اللي قدامها يحب غصب عنها. عن جد غيرت لي حياتي كلها، يعني عن جد انا صار عندي، خلينا نحكي، الادرينالين عالي، لا صار عندي طاقه انه اعيش لحدا. الله يخلي لك اياها يا رب. طبعا مران، انت مؤسسه مركز الهدف، شو علاقه مركز الهدف اليوم بدور الرعايه والاحتضان والامهات المحتضنات؟ احنا مؤسسه بتدرب الامهات المحتضنات عشان يصير في تعلق صحي بين الطفل المحتضن والام المحتضنه. احنا الطفل لما يجي، الام الحامل مش بتاخذ تدريبات معينه، نفس الشيء الام المحتضنه لازم نعطيها تدريبات حتى تكون مهيئه لايش ممكن تواجه بيه قصة الاحتضان. مثلا في أسئلة بتطرح، هل أحكي لابني إنه محتضن ولا أخبي عليه هاي المعلومة؟ طبعا إحنا مندرب الأمهات بأي عمر إحنا نحكي قصة الاحتضان، كيف نعرضها، كيف منقدر نعلم الطفل قصته بطريقة إنها بالعكس تعطيه، تشجعه، تعطيه الإيجابية بحياته، بدل ما تكون هاي القصة لأنه تخبت عليه تأذي حياته أو بتدمر حتى في جزء من حياته. تاني إشي منعطيهم، منعلمهم إن الطفل بدور الرعاية بجوز ما لحقوا القائمين على دور الرعاية يلمسوه، فالطفل ما تعلم اللمس بأول أشهر بحياته، فأنت لما تاخذ الطفل رح يكون خايف، مرعوب من اللمسة، والبيبي لما يجي على العيلة بصير يعبطوه يلمسوه، بس الطفل خايف، فإحنا منعلمهم كيف تعلمي طفلك اللمسة من خلال تمشيط الشعر، في أشياء معينة. الاحتضان هو ولادة الطفل بالعيلة، لكن في زي ما بحكيها دائما إكسترا لاير. مران، ليش لازم نشجع الاحتضان، وهل هو فعلا هو حل لمشكلة طفل بلا أسرة، ولا هي تفاقم لمشاكل مستقبلية؟ ممكن كل طفل ينتمي إلى أسرة، ما في طفل ربنا خلقه، لما تروحي على طفل بدور الرعاية، جزء كبير من الأطفال بدور الرعاية لما تعملي لهم سيتي إسكان لدماغهم في نقاط سوداء، هاي النقاط السوداء ما بتلاقيها عند الطفل المحتضن، لأنه كل طفل مكانه وين؟ بأسرة، بين عيلة، ناس تحبه، ولا طفل محله هو دور الرعاية. عشان هيك احنا بنشجع الاحتضان، عشان هيك في اسر كمان بدهم اطفال، ربنا ما سمح انهم يجيهم اطفال، فهم سمح لهم يختاروا ابنهم او بنتهم، عشان هيك بيكون الطفل المحتضن غالي على قلب وبعيون العيله لانهم هم اختاروه. ودائما بحكي للامهات المحتضنات، فهموا ابنكم او بنتكم قد ايه هو غالي وقيم عشان يقدر يواجه هذا المجتمع. اسم العيله لا يقيمه، اسم العشيرة ما بتعطيه قيمته، انت قيم وغالي لاني انا اخترتك، لانك ان الخالق هو عملك،
عملك بأحلى صورة. فدايما بشجع الاحتضان عشان كل طفل مكانه بالأسرة، وكل أسرة حلو بضيف نعمة وبركة لحياتهم، بيعمل ألوان بتكون بيضة وسودة زي ما حكت هناء، بتصير البيت كله ملون، كله حياة، كله حب. فهذا عشان هيك احنا لازم نشجع الاحتضان. احنا للاسف لهلا شوي ماخذين هاي الفكره، وفي ناس ما بتتقبلها حتى لو انها محرومه من الانجاب، بس في ناس لهلا ما بتتقبل انها تجيب طفل محتضن. وكثير للاسف سمعنا، انا دائما بقول اي شخص بده يقوم على هاي الخطوه لازم حتى يكون يعني يتم فحصه او اعطاء دورات زي ما حكيت انتم اللي بتعطوها، لانه في امهات سمعنا انه بعد ما حملت قامت بارجاع الطفل المحتضن، وهاي يعني أكبر ممكن بقول جريمة. أكثر إشي مؤلم للطفل لأنه انرفض مرتين، انرفض من أم البيولوجية وانرفض من الأم اللي احتضنته. فإذا أنت مش مستعد لاستقبال الطفل والالتزام معه مدى الحياة، صحيح. ما تأخذ طفل، ما تقدم للاحتضان. مران حكيتي إنه لازم إحنا نخبر الطفل، بأي عمر أنت بتنصح إنه لازم الطفل يعرف إنه هو؟ بالقصص من عمر السنتين، جيبي قصة عن التبني، عن الاحتضان، جيبي قصة اقرأيها للطفل، ورجيه أشكال العائلات. في عيلة ما في الأب متوفي، في عيلة الأم متوفية، في عيلة تربى عند جدة والتيتة لأسباب معينة. فأنتي بتبلشي to introduce، بتبلشي تقدمات أشكال العائلات لهذا الطفل. في عائلات بتحتضن، في عائلات انولدت من الرحم. بهذا الشكل دائما بحكيها هذا التشبيه عدته أكثر من مرة، بتعلم الطفل يسوق على البسكليت وهو صغير، فلما يكبر بتصير البسكليت سهل. أما تعلمي شخص كبير على البسكليت رح يتغلب، رح يوقع 3-4 مرات. فإحنا نبلش بتعليمه على قصة الاحتضان من أصغر عمر. مران، نقاط القوة لمركز الهدف، وما شاء الله عم نشوف كمان عم بيزيد عدد المستفيدين من هذا المركز. مظبوط، نقاط قوة مركز الهدف إنه هو معمول للمجتمع الأردني. عندنا نسبة عالية من المتطوعين اللي هم المتقاعدين، نسبة الدبريشن أو الاكتئاب عندهم كتير عالية لأنه عمر التقاعد قليل. فإحنا بنعطي تدريبات للمتقاعدات، بناتنا، ستاتنا الأردنية، هم بيساعدونا بالتدريبات. فإحنا عندنا 50 متطوعة بدربوا معنا وأخذوا شهادات، اللي قادرين تي أو تي يدربوا إيدنا على إيدهم. بتخيل نقاط قوة مركز الهدف إنه مش كتير فيه صرف، فمعتمد جدا على متطوعين، إيدنا على إيدهم بركة، وبنفس الوقت على كل إشي المؤسسة تخدمنا، المؤسسة بتخدم المستفيدين، إحنا ما بنخدم مؤسسة. فعشان هيك قوتها إنه كل إشي بفيد اللي عم بيستفيدوا، بفيد المجتمع، بفيد بلدي الأردن، بفيد حبي لهاي البلد، هو معمول له، مؤسس له، لمؤسسة الهدف. حلو كتير. فإحنا بنخدم مجتمع، المجتمع ما بيخدم مؤسسة. لو كل مؤسسة بتفكر بهاي الطريقة بالعكس بتقدر تخدم عدد كبير بدون ما ننتبه إنه مين عم بيحكي عنا، شو عم نعمل، قد إيه إحنا أحسن ناس. لا، إحنا بنخدم الناس اللي بيجوا عنا، وبنخدم مجتمع وبنخدم بلد. مران، شكراً كتير لوجودك معنا، وكمان بدي أشكر إم علا طبعاً نورتونا، وشكراً كتير لك. شكراً لكم، بالعكس شكراً للتلفزيون الـ A1 TV، وشكراً لك.